واتساب يوتيوب، انا معاكم فيديو جديد على قناه ديش دكتور. النهارده مش عايز احط لايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. طبعا النهارده فيديو مختلف تماما، بس قبل نبدا لو انت حابب تشتغل معايا سيب لك تحت حسابات اسفل الفيديو، لو انت عايز تاخد كورسات اسيب لك تحت لينك تعريف الكورس والتفاصيل كلها تحت اسفل الفيديو. لو انت حابب تستفسر عن الاسعار اتكلم تحت اسفل الفيديو، انستغرام بقى واتساب او فيسبوك ايا كان. لما خلينا نشوف فيديو النهارده. طبعا فيديو النهارده هو ازاي تعمل لحن راب زي كاريوكي، او ازاي تعمل مزيكا بتاعت كاريوكي. تمام، اول حاجه كده احنا هنا معانا الجيتار على الكونتاكت. تمام، فالجيتار اللي على الكونتاكت ده كل ما بتلعب زي وان شوت كده بيدي لك ايه عزفه بطريقه معينه. فخلينا نشوف كده اللي احنا عملنا بيه. طبعا التراك احنا عملنا على الميوزك دي تراك كامل هينزل ان شاء الله على كلام بلاتور، يعني تراك حاجه جامده جدا. تمام، طبعا دي الشكل بتاع اللحن او الشكل بتاع اللحن فاهم، كجيتار بقى كبيز كدرامز وكده وتايب جديد اللي هو تايب كاريوكي. تمام، فخلينا نشوف كده اول حاجه الجيتار. طبعا زي ما قلت لكم وان شوت، والميكسر هنا يعتبر اصلا الميكسر خفيف قوي، يعتبر في حاجات كام هتاش على الميكسر بس لعبت ايه كميكس ليفل. اول حاجه هنا عندك الجيتار انت بالشكل ده كلايزر، بعد كده الكمبريسور، بعد كده الساترن، بعد كده الفلترومتر. تمام، بعد كده هظبط طبعا الفلترومتر بقى والاوتوميشن، انزل الكمبريسور والكلام ده كله، الثري شوت بقى والنسبة وكل حاجة. تمام، بعد كده هحط هنا شوية ريفر تلعب بالشكل ده قبل بعد. خلينا نشوف بعد كده هنا ايه اضفنا البيز. حطينا طبعا هنا على البيز بروم تريك كيو بالشكل ده و او تي تي زي كومبرسور كده وساوند دايزر، ووطينا الليفل شوية. طبعا لعبناها نفس النوتة، نفس النوتة الموسيقية بتاعت الجيتار، وهنا ايه الكيك رايات سنير. طبعا كل الخامات برضه بتاعت الكاريوكي حاجات الاكوستيك دي تمام بتبقى كويسة جدا برضه، حاجات يعني سموز كده مع البيت رايق. بس كده يعتبر ده الفيديو بتاع النهاردة. بس مش هنسى احط اللايك والشير والسبسكرايب عشان اشوفك كل جديد. بس كده كان معاكم جديكم كارج دكتو، فسلام.